اخوان السلام عليكم. مرحبا في هذا الفيديو عاوتاني. دابا حنا شنو درنا؟ جينا وصلنا لسنا واحد الشونتيير. دابا انا في هذه الطريقه هذه عمري ما دوزت من هنا. كيبانوا لي غير واحد كيبانوا لي طاقان صغار. شكرا بارك الله فيك. الحق ملي كنشوف المهم انا ما خصنيش غير نحصل وصافي. الحق ملي كنشوف لي شونتي بحال هادو زعما كنقول مع بالي راه دايزه. لقيتيني الا وصلت سلعه لواحد الشونتي. دابا غنحاول عاوتاني غنحاول نمشي نقلب على الطريق الرئيسيه. نخرج من هنا هو الاول نقلب على اي طريق، اي طريق تكون كبيره كيف ما كانت. عاد من اللي عاد من بعد عادنا عاد من بعد ملي نكمل تلقى الطريق كبيره عاد من بعد نقلبوا على لا ديستيناسيون ديالنا ان شاء الله. الله هاد المدينه هادي كلشي كيقول السلام. اللي كتشوف فيك عينينا كيتلاقاو وكيقول لك بونجور. ان شاء الله تكون دايزه. دابا اخويا صراحه الله هادي حلاوتها، هاد الخدمة هادي هي حلاوتها. هي هاد الأيام هي هاد المواقف بحال هادا تكون دايز بشي بلاصة أول مرة دوز من النهار. سسبنس هادا واحد رامبوان صغير مشكلة تا الحق هادو رامبوانات اللي تقدر دوز فوق منهم. المهم كتحضر راسك وكدوز. رامبوانات اللي تقدر تدوس فوق منهم هذه هكا يديروهم هكا في رامبوان في الارض يديروهم حنين. المهم انا غادي وانا كنطرح على راسي واحد السؤال، اذا ما قدرتش ندوز ليه غادي نرجع ماشاريان ونقدر نتما نقدر ندخل هنا. انا غادي وانا كنطرح على راسي هذا السؤال هذا حتى اذا مشيت الله يحفظ شفت القضيه في الطاقيه نقدر ندير مارش ريال عندي واحد دومي تور تما. يا ربي تكون دايزه يا ربي. شو هذا رونبوان هذا ما غاديش يشدو يشدو على الشمال على اليمين، غادي يشدو على الشمال. انت باش تفهم علاش، لان اذا مشيت شديتو على اليمين غنهرس كلشي. هنا عندي ليسباس، اذا مشيت كنت شديتو على اليمين حيت تما كاينه الحيط. فهمتي تما كاينه الحيط، ديك الحيط يعني ما نقدرش نكبر الدوره. هنا في الشمال كان عندي اتساع. يا ها واحد رامبوان عاوتاني ليه. شوفوا هنا شو كاين شي واحد يا حديث واحد جو حديث واحد الغصن. وهذا رونبوان هذا كيفاش غادي نشدوه؟ ما غاديش نشدو على اليمين اسيدي. بلات غادي نشدو اذا مشيت شديتو على اليمين. انا اصلا باغي ندو هنا غنهرس المسائل كاملين. بعد الخطرات هادشي بزمان اخويا نديرو هاد المسائل هادو حيت هداك رونبوان اذا زيرت على اليمين غادي ندور على الشمال التراكتور غيدوز ولا غوموخ ما غادوش. لا غوموخ كتزق طالعه فوق حدي راسي شويه ندوز هاي بحال هاد البلايص هادو مثلا واخا يكونو البوليس اصلا ما يقول لك والو.
اصلا البوليس مثلا ملي كيشوفو ملي كيشوفك دايز من تماك كيبقى واقف وكيشوفك. اذا حديتي لموبيلي مثلا هاد البلاكات هاد البطوات هادو عاد كيوقفك. ولكن اذا كنتي كدير شي مانوف بحال هكا غير باش تصوفي راسك باش تخرج من تماك باقل الاضرار عاد تما كيقول لك والو. المهم انا عمري ما كيما شفتو دابا